يا حجة يا أرضي ما عليك يا قدي. أوه هنا خسرت وخسرت، إذا كذلك أنت ضعيف مهما كان مركزك، ما أنا كنشأنك ما راك ضعيف أمام القوي، إذا كذلك بلا هو كذلك. وكن متواضع، يا سلام، كن عباد الرحمن اللي يمشي على أرضي يا هول. هذا باب التصوير، هذه علامة ديال الإنسان يكون صالح، الإنسان صالح يدعو له قرب رحمه كان رباني صغيرة كيعتار بالله، كيعرف من الله خلقه وعطاه الكون وحتى خلقوا لمن؟ خلقوا للعبادة، وحياته كلها تكون عبادة. نعم، يا سلام، حياة كلها 60 عام 70 عام يعيش في الدنيا، يا المرحلة العمرية كلها تكون عبادة. ملي كيبداو الملائكة كيكتبوا عليه، ملي كيبلغ الإنسان كيدير 15 عام 8 عام كيبلغ، كيجيو الملائكة كيكتبوا عليه الحسنات السيئات، طن طن طن، صدق كتب له كذا كذا، كتب صلى، عطيك كتب طن طن، ها معاك، وإن عليكم لحافظين كراما كهرا، جوج الكتب اللي راه معاك، هذا كيكتب الحسنات وهذا السيئات. نعم، مازال هذا اللي عنده السيئات عطاه القوه سبحانه وتعالى، هذا اللي كيكتب الحسنات عطاه القوه يكتب السيئات، دير لي الحسنه كتبها تمتم في البلاصه، دير لي السيئات يبغي يكتب له هذا، هذا كيحكم في هذا، بلاتي دابا يتوب، دابا يندم، دابا يقول هذا الحمام، دابا يستغفر، دابا يصلي، دابا بلاتي عليه، راه هو ما صلاش، نكتب عليه لا مازال، بلاتي، دابا هو قال النميمه والغيبه، دابا يستغفر، ها هو كان شي واحد في رزقه، دابا يردوا له، بلاتي بقى يدافع عليك، كيدافع عليك، كيدافع، فوقاش كيكتب عليك؟ كيحط راسو في الوسادة تقول له اكتب عليه دابا خويا هاد راس الدار وما بغا يعيط هو عيقتي وانا عياق وانا عياق ما بغاش يسمع ما بغاش يشوف زايد زايد يروح علينا خويا حتى علينا ايوا راه صبر عليك الملائكة راه صبروا عليك راه الملائكة صبروا عليك راه تيقول هذاك تيقولوا ولا المغنية المصرية إنما للصبر حدود إنما للصبر حدود إنما للصبر حدود يا حبيبي الصبر عنده حد خويا ديال الأمر رب العالمين راه تيصبر من أسماء الله الحسنى الصبور الصبور كيصبر كيصبر على العبد ديالو كيصبر 10 ايام و 10 سنين هو تيعصى 20 عام هو تيعصى 30 عام هي كتعصى 30 40 عام هو كيعصى وهو عاصي الله 40 عام 50 عام 60 عام حتى لين وربي صبر تيصبر عليك حتى تشوف ونهار تشوف تيقول لك تاين هذيك نداءات حبيب واش شي واحد الاناس رقيق كيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا ما قالش ادناه انظر هذا الاناس الرقيق العاصي لما صلى الله لا على 20 عام لا على 10 سنين يديه كتقول له حياته ما دايت بالرب الدين من الله بصوت الوالدين غرقها دواسا واحد النهار سمع موعظه بحال هكا ولا شي ايه ولا هادي هما قلت لك النصارى غير شافوا الصلاه تعثروا تحرقات ديك الدنيا كلها شات بحال عاد خلقات امه عاد ولدت امه عاد تخلق بحال هاد الولد اللي تزاد على الفطره كل مولد للعذر الفطره دابا سيف زاد على الفطره شنو الفطره هي الاسلام هي التوحيد فطرة الله التي فطر الناس كل مولد نصراني يهودي خلق الله مسلم عندك تقول نصراني راه ولد نصراني لا 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 من المسلم ربي اللي تيخرج عليه نعم كلينتون على خلق الله امريكاني لا خلقه مسلم خا يكون با يهودي ولا مسلمه ولا مجوسيه لا علاقه بالعقيده ديال با مش عارف مع با شكون هو واش يهودي ولا نصراني راه مسلم ديك الساعه خونا راه خوه رد بالك مولد على الاسلام باري تخرج عليه فأبويه ودانه أو ينصرانه أو يمزسانه وما خاشي يسلمانه مسلم أصلا من دبار خرج مسلم باري تخرج عليه باري تمشي كبدا يدير الكروة أو لا تكون يهودي تيدي يقول له عزير ود الله ها أو لا حنا عاوتاني تنخرج كيكبري كيكبري يدير سيديك سيكسو ولا لا مكنابش حنا مزاوين بوشكو بتسليم خسروا العقيدة وقول شاي الله سيديك سيكسو شاي الله مولاي ادريس اكرم ضيف قال كرم مولاي ادريس قال لك ملي كيجي العشاء كيوقف شو العقيده اللي كانت عند والده كيوقف على رجلي وحده ما كيحط الثانيه حتى كيبات كل شيء مع الشيء شحال من خطره بنت كنكحب ما دورش معايا ورا يا خو ادريس ما عطيتني والو خو ادريس وباك على وبيت كيحبوك خرايف خرايف هاد العقيدة عندنا قديمة وتقلوها شاي الله سيدي من سيدي جلي جامي جلي جاتو شباك من شباكاتو حنا مزاوقين شاي بتسليم تسلم الخاوي تنجم العامر كلشي راه غاوي هاد العقل دابا اللي عندنا يعني
سبحان الله. ها هو كنخرجوا على ولادنا قول بالتسليم بعدا بوصل حيد شلين هادي ها واش الا سيديك سيكسو امولي بوشا اقوات البحر اسيدي احمد موسى اقوات الشمس وسيدي ربي شنو كيدير كيقتل فلان شاء الله فلان فلان شاء الله كيقتل كونداني ربي كونداني ربي عطيته الكونداني وسيدي فلان كيحيو كاع الخبزه سيدي بيبي راه كاين واحد سيدك الشيخ عقيدة ولينا القدامى خلي سمر تكوى سالو الفكر خليك بخرب الفاسوخ واللاتوخ وسيدي مسيكسو عنا زوجي متسليم يا العار يا سبحان الله راه كاين سيكسي فوق من راش كاين واحد الطارخ سيدي بيبي قالك سيدي بيبي كي عندو سيدي بيبي الناس طلعو للقامة قال سيدي بيبي شنو انتو اش كتعملو اش كتعملو سيدي بيبي كي تاخدو سيدي بيبي قالك وهنا عندنا فاسر عندنا هنا قصبة الحجويرة كاين واحد الدار سميتو سيدي كسيكسو ايوا هادوك عطيونا سيدي بيبي وحاطين سيدي كسيكسو وسكيهم لا لامريكا ونضربو العشاء لا لامريكا سيدي بيبي انت خريفة هاكا تخرجوا على ولادكم اصاحبي يكبر دكتور انجير عقيد توتيب اما بسيدي بيبي خلاص عليا يا سبحان الله صح ولدك العقيق العقيق العقيده هي الاولى يا شوف لقمان من كربي ولدو ماشي يقول له يا بني لا تشرك شوف التركيز على ما تركز شوف التركيز تركزوا على العقيدة على التوحيد هكا الباس خصو يكون هكا الباس خصو يكون على التركيز شوف باه وباه صالح باه صالح ماشي كتقول لي هذا راه صالح ما عرفنا واش صالح ولا طالح هضرتي ليه انا ما هضرناش ما شاهدنا الا ما عرفنا واش صالح ولا طالح الا هو كبرنا لقينا با وانا هنا واجنا ابانا على امتين اللي تيقولوا العرب زمان المشركين ولقينا با هنا وتقيدوا هادشي واش يدي عمل هادشي ملي كبرنا حلينا عينا في هادشي واش يدي وانتم تعرفوا بحالي واش على شو على ادله كيجيب لك ما يقولش قال رسول الله رسول الله كان كيمشي للقبر وكيدير لا تيقول لك كبرنا هادشي بي حلينا في عينينا واه سيدي حنا دير ما درجاك ولا حول باب دارك واش كبرنا في عينينا وحلينا في عينينا شي مليح حيلني عينو حنا كنشوفوا هنا كيدير هادشي وباك غادي ينفع ها يا سبحان الله ها هو سيدنا ابراهيم تبرى من البواب فالماء عيا يدعي يدعوه قال له يا ابتي اتبعني هذيك السنه يا ابتي لا تكون الشيطان وليك يا ابتي يا ابتي لا تعبد الشيطان اني خليك عذابني يا ابتي يا ابتي يا ابتي الطرف معايا يا ابتي فتالي قال له لما تبين له انه صحاب انه عدو لله تبرأ منا ابراهيم حليم الاواه قال له صافي حتى قال له خرج عليا هجرني مالي يا ابراهيم خرج عليا كاع بعد مني قالوا سلام عليك من إذا لربي شاء إنه كان بحافية سلام عليك هذا هو هذه العقيدة باك حبوه حب الإسلام مش حب الأصنام حاجة واحدة تعصى فيها أو لم تعصى فيها وإن جادك على أن تشرك بما ليس نا ما تطيحوش ما تطيحش أمك وباك أنا غادي نخرج عليك شارك حاجة يحبطك العمل ديالك كل ما صليتي وصدقتي مشارك لا إن شكت اللي يحبطنا ما ينفعك يوم القيامة باك والله ما يعطيك حسنة حسنة تقول له الوليد بغيت شي حسنة ندخل بها الجنة قال لك وليدي وانت غير حسنة وما عندوش حسنة لا هو ما يعطيكش والله الشيء الوالدة يا شوف أحب الناس وأقرب الناس اللي في الدنيا هي الوالدة إيش كذلك ياه شوف بشحال وصاك عليها في الدنيا وما تنفعكش في الآخرة وصل الإنسان ب حسن عنده الإحسان رد بالك حسن كما أحسن الله حسنة هذيك الحليبة اللي عطاتك مين كتزاد من والكرش امك 9 شهور تقلى بك هذاك بالنصران داك النصران انت معلق النصران كرش 9 شهور وهي كتعجن بك وهي كتصيق بك يا ربي وهي تقلى بك دايره بوطاغاز بوطاغاز في كرشها انت كاع ما مسوقش الوالد بغينا نقصيو كتقصي الوالد كيجيب كطحن لك ما وتعطيك مالي والمكيف ما شاء الله معاك الداخل ما كتسمع لا بول ولا غوط ويديك ولا يخليك داخل مريح ما مسوق والو هاني 9 شهور تقلى بك اذا كان عليك ها باك عايش بيليكي الداخل بيليكي قص بيليكي من عرق الحمام هاش كذلك شو ما تحسلاش ولا تحسلاش يا سبحان الله انت كتجي تكمل 9 شهور تقول لك خرج اخويا صافي بقيت خرج برا ما كيبغيش ولا خونا بالبيليش خرج يا والو خرج برا ارحل لا تبت هنا هو بالبيلي اخويا كيخرج بكي بكي ماكش ولدي ولدات امه كيضحك كي وي كي بكي
هو غادي يكبر تشون هو في الدنيا فرعون افلاطون باركليز غادي تكبر حتى هي شكون هي ويسميوها شكون هي لا سماركان لا برينسيس كليوباترا كلها غيقام لها هو يقعد وهكذاك جات كتبكي باش كتسكت حتى كدير لها البزوره با او يدير له البزوره با عاد كيلا عاد كيسكت حتى كيقصي عاد كيسكت كانتوما عطيونا نقصي ونسكتو قلت انا شكت عطيونا نقصي ارونا نقصي نسكتو حتى كيعطي القص عاد كيسكت كيقطع السيلان الله الله وباش عارف رب العالمين كاين عليه الفضل ديالو شكون اللي قالك راه فيها الحليب قريتيها في كرشمك قريتيها في الباك لداخل قريتيها في الكليه هي كدير قلت له شكون قالك فيها الحليب ولا فيها جافيل تعرفي ما نعطيوش قصات شكون قالك فيها الحليب راه فيها جافيل هي كدير كيعرف فيها الحليب الله سبحانه الهيمه رب العالمين مين كيكبر كيسبو يا سلام ما دير ربو نعدي المويه سبه ودير اللي علمك ترضع نعم طق طق وسبع ايام كيعطيك الوالده اللذة ديال الحليب ما كاينش بحالها ديك اللذة انا عز دابا في اوروبا المراه الا ولدات تيقول عطيه الحليب ديالك عامين ولا عطيتي عامين عطوه الكادو كيعرفوا عليه بالام نفاه هلي طريلو رجعوا للجل السنه رجعوا للفطر هلي طريلو داكشي نقول الله سبحانه وتعالى نعم هي يعطيوه بيبوز ميموز كيبوز كيخرج بحقه ديريكلي ها كيسب عطى الحليب باش ديك السبع ايام لبا هي سبب سبب المناعه ديال الانسان كتلقى عند 60 عام 70 عام مازال كيطيح باك يا كاكا شوف شوف تري شوف كان في خطيني صح بوش عمك الحليب ديال الوالده ما كاينش بحالها ما كاينش ما كاينش عاد تقول لها هذه اوف الوالده ولا تقول لهما ياك الدل مدمهم الدل مدمهم ومدحوا الله الوالدين عمك واش الدل كيتمدح الله يمدح الوالدين وقفي دابا جناح من الرحمه قرب رحمه كما ربياني صغيره عرفت بالك الاحسان ابن عمي وبالوالدين احسانا وكرش الربح دا يا سلام ما اما يبلغ لنا احدك عندهم الكبار احدهما اوكي عرفت بالك شوف الاسلام كيرحم الانسان ها كيرحم الانسان على كبره شوف اوروبا اللي كتبعوها كتقول اوروبا